مساء الجمال. الناس الغريبة اللي بتقول زعلانين عشان صلاح مش هيلحق الماتش، صلاح هيلعب ماتش ولا هيلعب ماتشين، كل الناس دي انا بستغربها جدا. يعني اهم حاجة سلامة صلاح، لان صلاح هو اكبر من انه يلعب مباراة مع المنتخب. ده بالعكس، انا ما بحب صلاح والله يجي المنتخب، عايزه يفضل في المكانة بتاعته في اوروبا ويعلى ويعلى. كل ما بيعلى صلاح كل ما بيسعدنا، فنتمنى له الشفاء وباذن الله يبعد عنه ربنا المرض باذن الله. ده الاهم، انما يلعب ما يلعبش دي ما تفرقش معانا. يعني يلا، سلام عليكم.